تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية التي أقيمت للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والتي أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ مصر عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن.